مشاهدي قنوات بي ان سبورتس، ارحب بكم من جديد قبل انطلاقه وبدايه فيكتور موسس والتمريره، كره بعد ذلك المحاوله من ويليان، تمريره حاضره، كره خطيره، باكايوكو، جول هدف اول. نعم هذا الملعب صعب ولكن منافسيه، بينما هنا لدينا ويليان يرسل كرة طويلة داخل منطقة الجزاء بعد سب الكبير، لدينا خطأ، كرة ترسل عالية، بعد ذلك كونتي والتسديدة لكنها كانت بعيدة، تحولت إلى خارج الملعب إلى ساحة نادي تشيلسي، كرة ترسل داخل منطقة الجزاء والرأسية، ولكن كرة باكايوكو الذي كان قريبا من أن يسجل الثنائية تحولت إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. في تلك المباراة لفريق هدرس فليتاو لدينا عرضية ورأسية، هوبا، هو الصغير هو القصير ولكن بالكرة الرأسية استطاع أن يسجل ثاني الأهداف في هذه اللحظات. نعم هو القصير ويليان ولكن الثالث هزار، يتقدم هزار، تمريرة ممتازة للثالث، الثالث ضاع، الثالث ضاع، الهدف الثالث من بيدرو رودريغيز، لكن حارس المرمى جوناس لوسن هو من تألق. محاولة ألونسو العرضية، تغطية ممتازة والمحاولة وهزار وبيدرو، أتوا هنا من أجل أن يسجلوا كثيرا وليس هدف أو هدفين، وإنما هنا ثالث أتى من الأسباني بيدرو رودريغيز وهدفه الشخصي الثالث في بطولة الدوري. هنا اللمسات، هنا النقلات، وهنا الفرصة الخطيرة والتسديدة، كاد أن يسجل فيكتور موسس الجمالية في عالم الساحرة المستديرة، لكن هنا فرصة خطيرة، التغطية دفاعية في أخطر فرص فريق أدريس أغطية، والكرة بتعود مرة أخرى بتسديدة، هوبا، يا سلام، ممتازة كانت، ممتازة كانت، هازار يتقدم، هازار يحاول، ممتازة، هنا فرصة، هذه باكايوكو يمرر، كرة خطيرة، الله 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 الله، يا موسس يحاول في هذه الكرة، هنا فرصة تلاقى عرضية، عرضية باتشواي يتقدم، باتشواي والتمريرة، هنا فرصة من بيدرو، كرة ترددت ولكن بيدرو كان متسللا في البداية، وبقت الكرة من الجهة اليمنى، محاولة عرضية تأتي، فرصة خطيرة ولكن صافرات، صافرات، سبع مباريات أمام نادي ساوثامبتون، بينما هنا فريق هدف فليتاو ممتاز، الله الله، هدف شرفي لفريق أدريس فليتاو، لكن هدف جميل.